عقد حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الإسماعيلي اجتماعا مع عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق على هامش التجربة الودية ضد دمياط التي أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية. يأتي ذلك في إطار جلسات القيصر التحفيزية التي يعقدها بصفة مستمرة مع اللاعبين من أجل بذل قصاري جهدهم في الفترة الحالية خلال التدريبات الجماعية والمباريات لتصحيح المسار بجدول مسابقة الدوري العام. وكان الإسماعيلي قد فاز على دمياط بثلاثية نظيفة في التجربة الودية بعد تأجيل لقاء الأهلي في افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمى بسبب مشاركة الأهلي في البطولة الأفريقية. ويستعد الإسماعيلي حاليا لمواجهة سيراميكا كليوباترا عصر الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية في الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.